تصميم إشارة المرور هو أغبى تصميم في العالم. ليش نستخدم اللونين الوحيدين اللي ما يقدروا يميزوهم اللي عندهم عمى ألوان؟ وثانياً لما تفتح الإشارة الأول يمشي وينتظره الثاني وبعدين يمشي والثالث ينتظر والرابع والخامس وأنا آخر واحد في الشارع تنقلب الإشارة حمراء وبعدين أمشي. المشكلة الأخيرة إذا أنا طالع في نص الليل والتقاطع فاضي وأنا الوحيد اللي واقف أنتظر الجن يعبر الشارع ليش؟